وبيكون عنده مرض جلدي بيجي هنا يوم الجمعة وقت الصلاة عشان يدهن المكان المصاب، وبيكون في اقتناع تام بان هو كده يعني هيشفى من المرض الجلدي. هنعرف مع بعض ايه حكاية المجرة. الاهالي هنا في ايدكو بيسموها المجرة، وايه السبب اللي خلاهم يعني يقتنعوا بالخرافات وبالخزعبلات دي؟ تعرف حضرتك؟ ما قدر اجي. علي صوت حضرتك. ما قدر اجي. حضرتك من الاهالي هنا؟ اي ان شاء الله. طب كلمنا بقى عن المجرة. المجرة والله دي بيجوا ناس كل اسبوع عشان تدخل. لا يا جدع تعبان. لانهم يشفى من هذه المجرة. حط يا حاج، حط حط يا حاج، حط حط التكيل على الله. اثناء صلاة الجمعة حط يا خد. المية دي بتيجي من الله. ربنا يشفيكم يا رب. الطهارة بتاعت الجوامع بتاعت الوضوء. اي والناس بتشفى عليها ان شاء الله. يعني البلاعه دي متصله مسجد ايه؟ ده مسجد الشلبي ومسجد الجبرتي ومسجد تاج الدين. مسجد اسمه سيدي محمد الشلبي، صح كده؟ ايوه. وبيكون في قناعه واعتقاد تام بان الميه دي مبروكه وانها بتشفي من الامراض الجلديه. لا ميه وضوء. المية دي مية وضوء يا أستاذة، مية وضوء. يا عم مية حلوة. اكتب عليه، اكتب عليه. اطلع عشان تنزل على النت. يلا بس البشر ده يا أستاذة. اطلع على كمان، اطلع على كمان. ايه ده؟ كريم دي خدها ولا ايه؟ على الهوا. لا ما في حاجه. ادعوا لاخونا بالشفاء يا جدعان. تعالى انت عارف بحضرتك؟ يعني محمد برغوت حبيب. حضرتك من اهالي ايدكو؟ من اهالي ايدكو الدراميه في شارع قاضي جوهر بجوار مسجد السباه. بس طيب تعالى هنا شويه، تعالى هنا حضرتك معايا، تعالى شويه هنا، تعالى هنا، تعالى هنا، تعالى في وشها ابو عمرو، في وشها، تعالى في وشها. حضرتك كلمنا بقى عن المجرى. المجرى ده بقى له قد ايه؟ المجرى دي من عمري، من عمري وانا كا يعني حضرتك صحيت على الدنيا لقيتها موجوده. موجوده اهي بقى لي 50 سنه، من قبل 50 سنه كمان وهي موجوده المجرى دي. طيب ايه حكايتها؟ هو البليعه دي متصله بايه؟ الرك على الضمير اللي بيستحمى منها، الرك على ضمير، ولو هو في قلق بيطلع. هي متصله بمجاري مسجد، صح كده؟ مسجد ثلاث مجازي، ثلاث مساجد، جوامع، ثلاث جوامع. سيدي الشلبي وسيدي خلق وبتاع الجبرتي. طيب اللي بيكون عنده مرض ايه؟ مرض جلدي؟ مرض جلدي اللي بيغلب عند الدكاتره بيجي هنا. بيغلب عند الدكاتره؟ اللي بيغلب عند الدكاتره بيجي هنا. انا رحت الدكاتره مفيش نتيجه. رحت عند الدكاتره ما لقيتش نتيجه. رحت للدكاتره وغلبت علاج، ورحت اسكندريه عند احمد. انت اسمك ايه؟ يا شباب قول للناس. منين يا محمد؟ خش خش عندي بقى. خش عندي الولد. خش عندي عشان نمشي نصلي. ماشي. ورحت البيت عشان نصلي. نتعرف بحضرتك؟ محمد سلام عبد الجواد من سكان المنطقه. معلش انا متكلم عشان نحاول الصلاه. ايوه الموضوع ده موضوع ازلي. البلد دي اللي كانت مجرى الاول مفتوحه كان بيعتقدوا فيها ان الحاجات دي بتشفي. هي حاجه نفسيه عندهم. بتشفي، فبيقول لك بعد ثلاث مرات المرض بتاعهم بيروح. ماشي تعالى يا حضرتك. خش على البشره حضرتك. نتعرف بيكي؟
نتعرف بيك. انا ام خميس. طيب انت جايه منين يا ام خميس؟ من المعموره. من المعموره، من اسكندريه. بصي بصي حبيبتي، انا مشيت مع الدكاتره، مع ثلاث دكاتره، اه، وقالوا لي عندي كونغ ودروف وارقلسون. انا ما كنتش بمشي من الارض. وبعدين لو عايزه امشي كنت بمشي على اوكي. وبعدين ماشي، ما مشيتش الا لما جيت وخفت. يعني مشيتي بالفعل لما جيتي واستحميتي بالميه دي؟ اقسم بالله مشيت. انت بتستحمي بيها ولا بتدهني مكان واحد؟ بس وشي بغسل وشي واخد رجلي واتوضى. تعالوا تعالوا بغسل وشي واخد رجلي واتوضى. اه، وبقيتي كويسه؟ لا الحمد لله. يعني انت مقتنعه ان الميه دي مبروكه فعلا؟ اه. ثلاث جمعات ورا بعض؟ آه.